الاقتصادي ذراع مصر. اتخذنا مجموعة إجراءات اقتصادية محفزة جدا جدا لكل المستثمرين المصريين والأجانب للعمل والاستثمار في مصر. احنا محتاجين استثماراتكم وبنرحب بكم في مصر. أيام قليلة وينطلق مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ، والذي تستهدف مصر من خلاله وضعها على خريطة الاستثمار العالمي وجذب نحو 15 مليار دولار. وعلى هامش المؤتمر السنوي للمجموعة المالية هيرمس في دبي، أعلنت الحكومة المصرية الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي وإنجاز عدة قوانين أهمها قانون الاستثمار الموحد. أهم التعديلات اللي تم إجراءها في قانون الاستثمار نمرة واحد هو الشباك الواحد، نمرة اتنين بنحط آلية واضحة جدا لفض المنازعات داخل القانون، نمرة تلاتة بنضع آلية واضحة جدا لتخصيص الأراضي علشان احنا عارفين دي أحد هذه المشاكل الرئيسية في الاستثمار. وتوقع الاقتصاديون نجاح المؤتمر في ظل الإعداد الجيد للمشروعات التي سيتم طرحها في 10 قطاعات. في عدد من المشروعات اللي الحكومة بتروج إليها خلال الفترة المؤتمر، مشروعات جيدة ومشروعات بتحاول إنها تساعد على حل بعض المشاكل الموجودة في مصر زي مشكلة الطاقة اللي الحكومة كلها بما فيها سيادة الرئيس نفسه أشار إليها في خطابه الأخير. كل الحاجات دي خطوات جيدة بالنسبة للمؤتمر الفترة الجاية، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تمثل مصدر قلق للمستثمرين، ومنها عدم استقرار سعر الصرف وعدم توفر السيولة الدولارية. لا أعتقد أن يوجد بلد في المنطقة العربية توفر ما توفره مصر من حجم الاحتياج للاستثمار والفرص الموجودة. المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ سيكون نقطة بداية لوضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي وتحقيق طموحات شعبها في سبيل حياة كريمة. طارق أحمد، هنا العاصمة. إذن بقي